أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعدما توفي الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى تكلم فيه بعض الناس وأنه من الجامية، فماذا يقال لهم؟ يا أخي، تكلموا في الإمام أحمد، وتكلموا في شيخ الإسلام بن تيمية، بل تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أحد يبي يرضون الناس عنه كلهم، لا بد كله أعداء، ولا بد كله حسدة، ولا بد كله مخالفون. هذا ما هو بغريب فيه، هذا ما هو بغريب فيه عبد السلام رحمه الله. السلام رجل طيب وعالم ومجاهد في سبيل العلم والدعوة إلى الله والرد على أهل الباطل وتحقيق الكتب، كتب العقيدة، هذا الشيء معروف عنه وآثاره موجودة رحمه الله. فلا يذمه إلا إنسان ضال، ما يذمه إلا إنسان ضال أو منحرف. نعم.